السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز وليكس اكسل. جاكم في جديد، نكمل القصة الجزء الثاني. طبعا انا سويتها لسه، ما شفت اللايكات اصلا الفيديو، ما رفعته حق الاول، لسه ما شفت اللايكات وكذا. طبعا زي ما قلت لكم ينزل، المهم تلاقوه نازل اذا كانت موجودة اللايكات. نفس الشيء هذا المقطع، شو اسمه، سووا لايكات، جيبوا 10 لايكات و 15 لايك زي ما قلت لكم، وبعد اسبوع هتشوفوا قصة ثانية، قصة جديدة. طبعا هذه خلاص هذا اخر جزء. بسم الله نبدأ في القصة. اهم شيء السماعات، هو ما في اشياء كثيرة 3D، بس احط السماعات لانه على حسب انا اول شيء اتكلم واقول القصة في النهاية اسوي الايديت، فاهم؟ احتياطا حط السماعات. بسم الله نبدأ القصة. الحلقة السابقة طلع صاحب الصوت هو الجمل. ايه الجمل، هذه اللحظة عرفت انهم من الجن. نويت سمي بسم الله وقرأ القرآن اجل اطردهم، لكن لو فعلا طردتهم فكأني ما سويت مغامرة ولا شيء. راح الفاضي، فسكت وقلت بشوف ايش بيصير وبتكلم معهم، كأني مو خايف وبعرف كيفية تفكيرهم. استغرب الرجل الجمل من ردة فعلي، كان الجمل يقول اهلا ومرحبا بكم الذي تفعله هنا لوحدك في هذا الوقت، كان يتحدث باللغة العربية الفصحى. انا قلت له ابد، بس جاي اتمشى وتسلط فشت من المدينة ونورا، حبيت ابعد عنه واجلس بعيد عن الناس ورجتهم. جمل قال اذا انت ما تبي احد من الناس، كيف دعوتنا للجلوس معك؟ انت هذا اذا كنتم انتم بشر مثلي اصلا. هنا طالع علي الرجل عجوز بنظرة غريبة، وكان في هذه اللحظة يبغى يهرب. وجهت سؤال العجوز، قلت له خير ايش فيك انفجعة؟ تدري انكم جن، ولا عمرك ما شفت جمل حقيقي يتكلم؟ العجوز قال طب ليش انت خايف مننا؟ قلت له ليش اخاف، يعني ايش راح تسوون، بتقتلوني ولا بتاكلوني؟ صح حتى لو حاولت تسوون كذا في شيء اسمه قرآن، في ايات قرآنية تحميني منكم، وبعدين انا ما زعجتكم ولا سويت لكم اي اذية، بالعكس انا دعيتكم للجلوس معي. جمل قال لكن معظم البشر تجدهم يحفظوا القرآن كله ويخافوا. قلت له أنا قلت له مو كلهم، بس اللي تقول عنهم هذول اللي إيمانهم بالله ضعيف أو متولد عندهم فكرة الخوف من صغرهم. بس أنا عندي سؤال، اسمحوا لي أسألكم، أنتم مسلمين ولا لا؟ العجوز قال إيه إحنا مسلمين، وولدي كمان. أنا قلت باستغراب ولدك؟ اللي ايه الجمل هو ولده وهو العجوز. فقال له ليه انت ما تعرف يعني احنا نقدر نتشكل؟ قال له الا اعرف، بس اللي شفته اللي شفت هذا الشيء براكب على البعير. الجمل قال اول غريب ان حملت ابني، حملت ابي، شلت ابوي، وخاصة انه هو اصلا الحين كبير، يعني كبير في السن. قلت له غريب يعني عندنا نادر، انا ممكن خلاص انعدم هذا الشيء في البشر، يعني ما تلقى الولد يشيل ابوه، العكس صار الاب هو اللي يشيل ولده. العجوز قال يا ابني انتم البشر انعدمت عندكم ذي الاشياء، برغم ان الله قد وصى بالوالدين في القرآن. في هذه اللحظة صرنا نشوف غبار كثيف أسود متجه جاعلا من قوة ارتفاعه واصل للسماء. وهنا العجوز مسكني وهو يصرخ ويقول خلينا نمشي عن هذا المكان ولا جاك شيء مو كويس منه. أنا أبي أعرف ذا الغبار، إيش الشيء اللي خلى العجوز يقول ذا الكلام وهو منزعج، لكن ما قدرت أسأله عشاني هذه اللحظة دخت أو غاب عني الوعي. ما قدرت أطرح عليه سؤالي أو بالأصح أسئلتي، صحيت من غيبوبتي في مكان ما أعرفش هذا المكان، غير إني عرفت بعدين إن الغبار هذاك كان هو
هو قوم من كفرة الجن. بعد اللي عرفته أبي أرجع لديرتي خلاص تعبها، فطلبت من الرجل العجوز إني أبي أرجع يرجعني. قال لي ما أقدر أرجعك لأن هذا الوادي ما يخرج فيه ولا واحد من البشر إلا إذا الملك رضي. قلت إذا ما رجعتني أنا برجع بنفسي. قال لي هذه المدينة تبعد عن هذا الوادي ما يقارب بعد أمريكا عن الصين. طبعا قالها باستهزاء، طبعا أنا صدقته لأن الجن يستطيعون السفر من مكان لمكان بغمزة عين. طلبت منه إنه ياخذني الملك عشان أقنعه إنه يرجعني وكذا، أحاول معه. وفعلا وديت وما رضي، وحاولت أقنع لين أقنعني ورجعني العجوز. ركبني ولد أخت مرة ثانية، وصحيت لا نفس جنب سيارتي مرمي ولا أحد قريب مني. فبس شباب، هذه كانت قصة اليوم، قصة ايش اسمه ولا والله ما لها اسم، ما لها اسم، قصة اني زبد. انا لاقي لها اسم كذا كيسي واحطه. قولوا لي ايش افضل. لا هذه والله لها اسم، استغفر الله، لها اسم 3 ايام في وادي. طبعا القصة ايش اسمه زي ما قلت لكم، قولوا لي ايش افضل الجزء الاول. انا كيف انا اروي، كان اقول لكم القصة ايش كان افضل كذا، يعني كان احسن كذا، اقول مع كل شيء. قولوا شوفوا هم شيئين، شوفوا هي من نجمة لخمسة نجوم، طيب لا او من 1 لـ10، من 1 لـ10 نخليها، طيب اكتبوا في الكومنتات. في شيئين اكتب، مثلا الاديت اللي هو الاصوات وكذا، اكتب كم من 10، اكتب انا كيف لما اتكلم كذا حرك وانا قاعد اتكلم يعني كيف، واكتب من 1 لـ10. قول الصراحة عادي، ما عندي مشكلة، داري انه اسخر والله، بس عشان دوبي بالي عادي. ان شاء الله كل مرة متعود. اشتري مايكروفون جديد ان شاء الله، اشتري مايكروفون اسمه اشتري مايكروفون وان شاء الله كذا يصير فلة ويصير كذا وحركات من الجنب ارعب هيكون كذا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب، انشر المقطع ما تخسروا حاجة. يعني اذا انت قاعد تشوفه على اليوتيوب محمل البرنامج، هتلاقي فيه شيء كذا مدري كيف زي المثلث على الجنب، اضغط عليه حط كوبي لينك او نسخ الرابط، وخش على الواتس او البي بي اديله لصق. وفي ناس يعني ترى مستحيل الفرنس حقك ما في احد يحب او يتفرج بالسلج، فاهم؟ يقول له انا بنفسي اشوفها، فاهم؟ قررت انه انا كمان اسوي، يعني قلت شخص بالعكس يصير فلة ويزيد المتابعين، وتكون فرصة لي احلى. واتوقع انه كذا اخش زيادة في مجال الايديت، وعشان كذا كمان برضه في نفس الوقت جسمه ما يصير اخاف كثير منه، يصير انا اسويها وخلاص. سبسكرايب بس الاكس، يعني الاكسين بس. السلام عليكم.